اهلا وسهلا، انا محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الممثل لمجموعه الدول العربيه والمالديف، ومتشرف ومستأنس ومفتخر بما تقوم به المغرب، المملكة المغربية العربية الشقيقة، بهذه الاستضافة وهذا التنظيم المتميز رغم ما مرت به البلاد من أحداث، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم وتعويض يعوضكم عن ما خسرتم خير، وأيضا يعني التجهيز كأنه لا شيء لم يتأثر بالاستعدادات المناسبة بكرم الضيافة المعتاد من المغرب شعبا وحكومة. وأنا يعني أقول طبعا هذا كله تحت رعاية جلالة الملك، ولكن ذكرت أنه شعبا وحكومة لأنه الناس تلتقي بحكومة من حين لآخر، ولكن هي مع الشعب طول الوقت، يعني احنا هنا مع الناس في قدر من الاستضافة العالية باستئناس كبير جدا لحواراتنا معهم بكل ما يعتاد المرء على التعامل مع أشقائه من المغرب ويزيد. بالنسبة لأعمالنا هنا، أنا أمثل مجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي، هناك عمل كبير بنقوم به لأنه كل الدول ممثلة على مستوى الوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والمحافظين، وأيضا في تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي وأيضا مؤسسات القطاع الخاص. يمكن حضرتك تابعتيني أيضا في بعض النقاشات كان بعضها مع بعض الجهات المعنية بتقديم الاستشارات للتنمية والعمل المناخي. متشرف بأن أكون أيضا رائد المناخ للقمة 27 اللي تمت في شرم الشيخ، وبنجهز بإذن الله العمل لقمة 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي هناك بالإضافة لعملنا المعتاد في صندوق النقد الدولي الأمور المرتبطة بموضوعات النمو والتنمية، ولكن هناك بعد خاص بالعمل المناخي. ونهنئكم على هذا البرنامج الجديد للتمويل الذي حصلت عليه المغرب في إطار صندوق الاستدامة، وهو تمويل طويل المدى وميسر لدعم الأنشطة البيئية والاجتماعية المرتبطة بها. فهو صحيح قادم من صندوق النقد الذي اعتاد على تقديم تمويل لأغراض الاقتصاد الكلي، ولكن هذا له بعد اجتماعي وله بعد بيئي، وسعداء بأن يكون مثل هذا التعاون قائم بين صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.